The Ministry of Interior spokesman Brigadier Tariq Al-Hassan held a press conference today where he spoke about the two separate incidents that occurred yesterday in Adeh and Al-Jufair by saboteurs aimed at creating chaos and riots. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم, مساكم الله بالخير جميعا. بداية حديثنا اليوم, تعرب وزارة الداخلية عن خالص تعازيها لأهالي متوفي منطقة الجفير وخالص تمنياتها بالشفاء العاجل للسيدة زهرة صالح محمد والتي أصيبت مساء أمس بسيخ حديدي في مقدمة رأسها قذفه أحد المخربين المشاركين في تجمع وتجمهر مخالف القانون بمنطقة الديه. كما تعرف وزارة الداخلية في الوقت ذاته عن بالغ الأسف لاستمرار مجموعة من المخربين ومرتكبي الفوضى والشغب في أعمال التخريب وفي مقدمتها غلق الشوارع العامة وحرق الإطارات وسكب الزيت على الطرق وقذف الدوريات ورجال الشرطة بالحجارة والأسياخ الحديدية بما من شأنه إلحاق الأذى بالمارة والذي قد يصل إلى حد المساس بالأرواح والممتلكات. ما جرى أمس سواء في الديه أو الجفير يندرج تحت إطار أعمال الشغب والتخريب التي تلحق الضرر بالناس ولا تفرق بين مواطن أو مقيم, وهو ما سنتناوله بالتطرق إلى تفاصيله فيما يلي. أولاً بخصوص أحداث الجفير, فقد وقع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 19 نوفمبر 2011 عند الساعة 2:45 عند الساعة 2:45 حيث تجمع عدد من الأشخاص بمنطقة الجفير وقاموا بإغلاق الطريق بالحواجز والحاويات وسكب الزيت على الطريق وأخذوا يقومون بأعمال الشغب وتخريب والتخريب على شارع الشباب بذات المنطقة بحوزتهم أسياخ حديدية وزجاجات حارقة مولوتوف. كانت هناك دورية شرطة على الواجب متوقفة في المنطقة حيث فوجئ أفرادها بعدد من الأشخاص وقد تجمعوا خلفها وآخرون أمامها وبدأوا بالتعدي عليها, ونظرا لكثرة أعدادهم تعذر على الدورية التعامل معهم, فقرر سائق المركبة محاولة التحرك من المنطقة, لكنه فوجئ بعدد آخر من المتجمهرين على نفس الشارع يحيطون بالدورية لمنع تحركها. عندما شرع السائق في مواصلة سيره قام المتجمهرون بإلقاء الحجارة والأسياخ الحديدية على الدورية, وبسبب وجود زيت محركات على الشارع كان قد سكبه المخربون فقد السائق السيطرة على السيارة فأخذت تنزلق يمينا ويسارا, وأثناء ذلك اندفع عدد من المتجمهرين وتسلقوا مقدمة السيارة, وقام أحدهم بضرب الحاجز الأمامي للسيارة بسيخ حديدي. نتيجة هذه الأفعال وبسبب كمية الزيت في الشارع أدى ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة, واصطدمت السيارة بجدار خرساني لأحد المنازل بمكان الواقعة, وانحشر أحد المتجمهرين بين المركبة والجدار, ونتج عن ذلك إصابته التي أدت إلى وفاته, وتبين أنه يدعى علي يوسف علي حسن العمر 16 سنة. على الفور تم استدعاء سيارة إسعاف السلمانية, وبعد الكشف عليه اتضح أنه فارق الحياة, وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم نقل الجثة إلى مستشفى السلمانية بواسطة سيارة نقل الموتى, كما تم إخطار النيابة العامة بالواقعة التي تولت التحقيق, وقد تم انتداب الطبيب الشرعي الذي أثبت في تقريره الطبي أن سبب الوفاة هو الإصابات الهرسية بمعظم أجزاء الجسم بما صاحبها من كسور بعظام الأطراف والصدر والعمود الفقري. كما أصيب في الواقعة أحد أفراد الشرطة نتيجة تعدي المتجمهرين عليه ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى, كما وقعت تلفيات بسيارة الشرطة. سيبين لكم الآن مقدم موسى عيسى الدوسري من الإدارة العامة للمرور شرحا فنيا لكيفية وقوع الحادث. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغ الساعة الأولى من صباح هذا اليوم عبر غرفة العمليات المرورية عن وقوع حادث مروري اصطدام مركبة مع مشاة
على شارع الجفير أو شارع الشباب عفوا منطقة الجفير، وعلى الفور طبعا انتقلت إلى موقع الحادث الدوريات المختصة لمباشرة مثل هذه الحوادث المرورية، وفور وصول الدورية إلى موقع الحادث والمعاينة، وطبعا وجود شهود في موقع الحادث اتضح من خلال ملابسات وقوع الحادث وجود الدورية الأمنية التابعة لحفظ النظام على شارع 4005 بمنطقة الجفير المحاذي إلى شارع الشباب على وجهها الرسمي، وأثناء تحرك الدورية من موقعها لوجود عدد من المتجمهرين في المنطقة من خلف المركبة ومن أمام المركبة، وأيضا من شارع الشباب يمين الشارع الشباب أيضا من الشمال، حاولت الدورية تدارك ذلك، وطبعا وجود كمية كبيرة من الزيت مسكوبة على الشارع لمسافة لا تقل عن 100 متر على أرض طول الشارع، أدى ذلك إلى فقدان قائد المركبة للمركبة أثناء دخولها في منطقة الزيت على الشارع، وبدأت المركبة تتلاعب يمينا ويسارا، استغل ذلك عدد من الأشخاص الموجودين في نفس المنطقة وتسلقوا المركبة أو الأجزاء الخارجية للمركبة وخصوصا في مقدمة المركبة، وما أدى إلى ضعف الرؤية بالنسبة لقائد المركبة بالإضافة إلى ضعف الإنارة الموجودة في المنطقة، أيضا وجود كمية كبيرة من الزيت أثرت على قيادة المركبة وفقدان السيطرة للسائق، وما أدى إلى وقوع الحادث والحشار المتوفي ما بين مقدمة المركبة وجدار أحد المنازل الموجودة، وهذه طبعا المسافة اللي بدأت من خلال وجود المركبة أو تحرك المركبة من موقعها أو من دخولها إلى منطقة وجود الزيت إلى أنها استقرت إلى موقع الحادث كان أكثر من 45 متر، وهذا طبعا كان سبب الحادث اللي وقع، وكان لها تأثير كبير كمية الزيت الموجودة، وأيضا وجود مجموعة من الأشخاص بكثافة على الأجزاء الخارجية للمركبة خصوصا في مقدمة المركبة. شكرا. في بسمحتوا بس في رسم توظيفي طبعا قامت به الإدارة العامة للمرور، وهو فريق عمل مختص لمباشرة مثل هذه الحوادث اللي حوادث الوفيات، يبين تفاصيل وقوع الحادث في هذه المنطقة. طبعا هذه رسم تم إعداده من قبل فريق عمل مختص لمباشرة هذه الحوادث وهو على عجالة، ولكن لتوضيح الصورة بالنسبة لكيفية وقوع الحادث. طبعا هذه وجود المركبة كان تحركها ومحاولة تفادي الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الموجودة ودخولها في الشارع المقطع بكمية كبيرة من الزيت وانحرافها واصطدامها بالجدار مع وجود أشخاص على مقدمة السيارة من ضمنهم كان الشخص اللي تعرض إلى الحادث. هذا طبعا خط السير يبين وقوف المركبة، وجود أشخاص خلف المركبة، وجود الأشخاص أمام المركبة وأيضا على الشمال ويمين المركبة، تحرك المركبة دخولها إلى منطقة الزيت أثر على سير المركبة في الطريق الصحيح، ومن ثم فقدان قائد المركبة للسيطرة وانحراف المركبة يمينا ويسارا، واستقلوها المجموعة وصعدوا على المركبة، ومن ثم استقرت في جدار أحد المنازل الموجودة بمسافة لا تقل عن 45 متر. وأيضا أحب أوضح أن كمية الزيت اللي كان موجود على أرض الشارع بمسافة لا تقل عن 100 متر. هذه رسم تاريخي، وهناك أيضا صور توضح في الواقع كمية الزيت الموجودة على الشارع اللي طبعا أدى إلى وقوع الحادث، وهذه واحدة من الصور تبين الكمية الكبيرة الموجودة من الزيت على امتداد الشارع بالطول والأرض، وهذا ما أدى إلى فقدان قائد المركبة للسيطرة مع وجود أشخاص على مقدمة المركبة، ومن ثم الانحراف يسارا واصطدام الجدار الموجود بالقرن الإعلامي الموجود هناك. شكرا المقدم موسى. أعود مرة أخرى إلى توضيح بعض الحقائق بخصوص أعمال الشغب والتخريب في حادث آخر وقع مساء أمس، وهو حادث الديه. ففي الساعة 4:50 من مساء أمس الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2011، قام نحو 50 شخص من الخارجين عن القانون بقذف قوات حفظ النظام في منطقة الديه بالأسياخ الحديدية والحجارة،
وهو ما صادف مرور المواطنة السيدة زهرة صالح محمد 27 عام، والتي كانت عائدة من عملها حيث لم تتمكن السيارة التابعة للمؤسسة التي تعمل بها من توصيلها إلى مسكنها بسبب غلق الشوارع والأحداث التي كانت واقعة فيها، مما اضطرها إلى النزول والسير على الأقدام باتجاه منزلها، حيث كانت هناك مجموعة من مثيري الشغب والتخريب تقوم باستفزاز رجال الأمن والاعتداء على الدوريات، مما أدى إلى إصابتها بسيخ حديدي في مقدمة الرأس قذفه أحد المخربين المشاركين في أعمال الشغب. وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف من قبل قوات الأمن العام في الموقع ونقل المصابة إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية واختار النيابة العامة التي تولت التحقيق. هذا الحادث يؤكد في مضمونه أن أعمال الشغب والتخريب تشكل خطراً داهماً على جميع المواطنين والمقيمين، وتشكل جريمة بحق المجتمع، لأن ضحيتها هم الآمنون المسالمون الذين يسيرون في الشارع العام، والذي كان من بينهم هذه السيدة التي أصيبت بسيخ حديدي في مقدمة رأسها. نود التوضيح أن ما جرى هو نتاج الممارسات غير القانونية والتي يأتي في مقدمتها سكب الزيت في الشوارع وأعمال الشغب والتخريب. كما أنوه إلى أن وزارة الداخلية سبق أن حذرت وفي أكثر من مناسبة وعبر جميع وسائل الإعلام من خطورة هذه الأعمال التخريبية، سواء سكب الزيت في الشوارع أو حرق الإطارات أو تخريب الممتلكات الخاصة أو العامة، لأن كل هذه الأعمال تشكل خطراً جسيماً على كل أفراد المجتمع. وتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنها لن تتوانى عن النهوض بمسؤوليتها الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار وتوفير السلامة للمواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفي سبيل ذلك وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل وفق خطة أمنية متكاملة تقوم على تنفيذها كافة الأجهزة الأمنية. سيظل الالتزام بسيارة القانون والحفاظ على النظام العام واجبا أصيلا على كل مواطن ومقيم، وصولا إلى إرساء الطمأنينة وإشاعة الاستقرار الأمني في كافة ربوع الوطن. ونهيب مجددا بأولياء الأمور والجمعيات السياسية وكافة المعنيين بمؤسسات المجتمع المدني القيام بدورهم في حماية الأبناء من خطورة هذه الأعمال غير المسؤولة، والتي كانت نتيجتها إصابة مواطنة بسيخ حديدي بإصابات بليغة ووفاة مواطن آخر.